نرجع لكم تاني ونقول لكم احنا خلصنا الاكل وهناكل. ايوه وتعالوا كلوا معانا، تعالوا كلوا مع ان مكتوب ربنا ما ينسى، تعالوا كلوا معانا. طب في تفكير في الاكل ولا بصوا بقى تعالوا كلوا معانا دي وخلاص؟ الاكل ده عباره عن ايه؟ عن اكله جميله جدا. جميله أكلة ملك يا شاه، يا بتقول على اللي هي فيه أكلة جميلة بجد، أكلة جميلة الله. والله أكلة بصوا ما حدش فيكم يعرف ياكلها غير احنا. لو بتقول لكم أنا ماليش نفس، ما شاء الله البيت فاضي في علبة المناديل ما شاء الله، انت لها بالضرب لما تجيلي. على فكرة لو جه الأكل وجيت قلت لي يا ماما أنا جعانة هقول لك مش هجيب لك أكل. خدي حقك يا خالتي حياتي، تعالوا لله لله اللي كان الدرع جوزها، حسبنا الله ونعم الوكيل. انا مش عارفه اقول لكم ايه والله. بابا مش تاكلي؟ لا اكل انا، مش تشلكي نفس مش هسابين. لا خلاص اكل انا. لا المهم يا ولاد الاثنين المفاجئ دولت اما الساعه 1 بالليل فكروا على اكل ياكلوا ايه. مفاجئ ايه؟ هتقولوا لي انت ليه، هتقولي لي انت ليه بتاكلي عيش وبتاكليش رز؟ قولي عامله دايت. دايت ورياضه 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 سلطه مكمل رغيف واحد يا جدعان. ايه انت فكرك الرغيف كتير؟ انت بتضحك على نفسك؟ هو انت رغيف كتير؟ انت هتاخد نص رغيف. ايه؟ هو رغيف المفروض تاخد نص رغيف. لا مش نص، هو لا المفروض ربع رغيف. لا ده توم معلش نسيت، عندكم حق. فرجوا النبي سمك قد ايه قدام؟ قلت لك انا عامله دايت. دايت ايه دي؟ اه انت 5 كيلو سمك قدامي قلت لك انا عامله دايت، قلت لك مش هاكل غير رغيف. على اساس انها تحرم نفسها بالسمك ده كله. ها؟ يا انت مفكرانا هنا وفي عشاء، يعني الحته اللي ما اكلهاش دلوقتي هاكلها امتى؟ في الغدا. طب والفطار؟ لا الفطار لا ما بفطرش، ده فطور. انا بفطر وقت بقى شد الفطار جاي من الرجيم تصدقينا. ده بسم الله ما شاء الله حاله سلطه كبيره قدامها اهي، وطبقين رز كبار. بس يا خساره بتقول لك انا مش هاكل رز، طب هتعمل في الرز ده ايه؟ والله ما اكل رز، هتخلله. لا والله اكل رغيف وهقوم. قلت لك والله اكل رغيف يا اما عادي، يعني لو ما شبعتش اكل حته سمكه تاني بس من غير حاجه. حاجه زي ما غرقش يعني. والله ايوه. ايه عندك ملح؟ امال ايه؟ اما انت تاكلي حافه انا هاكل روح فين؟ انت لا بس كلي حافه وانت رخرة وما يهمكيش. اه كلي حافه انت رخرة. لا معلش. ما هو انت عشان تتخان عشان بحبك في العيد. مش عارف. هبيعك بالطين. طب عيب بقى يا سلسبيل. حد ياخد سلسبيل دي مروحة. هي بتجيش تاكل ليه؟ مكانش من امبارح. يلا يا ست تاكلي. ايه اتحلت عليها عشان تحبها تاكل؟ ما جاش. ما اكلتش معايا ليه؟ شايف بتعمل ايه؟ اسئلة اللي كانت مش قايله. قالت لها جبتك زي اسئلة تانية. الجماعة ما خلصتش اسئلة تانية. بالعكس انا مش حاطه لها شطه كتير. بجد؟ ايوه صح انت كلامك احنا غلط، انت صح واحنا غلط. وعلى فكره الشطه بتقتل البكتيريا بتاعت البر. جد حرق جدا ليه؟ يعني عايز البكتيريا تقتل من عندك كل شط. طب انا هجيب لك طبق المين ده كله. جبت لك ايه؟ ماما حتى تحتي سلطه رز. ماشي خليها تروح تجيب طبق. ما هي بقت انسه كبير. قلت عايزه اوريني. بص بقى قلت لك ايه تعور راي صوريني وهي بتجيب الطبق. طب قول لي سام ورايا انا في الطبق.
جدعان معلش بس انا بحب ايه جدعان والله بحب امصمص دي مش عارفه ليه هات زيي لا انت غريبه اكيد في زيي اكيد احنا حتى لو احنا مطعم بنحب المصمص بنعتش اه والله يجي غيري مش هيجي زي مش عشان احنا معفنين والكلام ده كله لا دي غريزه وبصراحه انا بحب الطعم اللي بيبقى في النخاع متهيألي زي عارفين الكوارع لما تيجي تنفضوها كده تطلع كده نخاع هنا في كذلك نعم بقى طعمه حلو اقعدوا كل زينا لا اقعدوا عشان اكلك واحط رجلي بقى لا انا بكره عايزه انام في ايه؟ بإيه؟ ايدي كتير ولت عليا عايزين طبق هتجيبي مش هتقولي انت بتعملي ايه كده بدأت البنطلون طب عايزين اقوم اجيبك طبق عايزة بوسة ادي نصيبي في بدي مساء الخير عامل ايه وحشتوني اقول مساء الخير ولا تقولي ايه تاني مساء الخير انا خفتي مني اللي ماسك الكاميرا دي عايزه اولع فيه بصوا بقى السمك ده انا كتب لها يجي ده له يجي 5 ساعات اصلا وفضلت ادور على ليمون بقى لسه 9 ساعات يا جدعان من الساعه 6 في الاخر بتقسيت لويتها وبعدين بقى جبتلك منهم بقى والله يا بعض الجمعية اللي كنت عينها عشان اكلها مع الزبادية لا الشيء لا حتى لو هي ليمونة مظبوطة ماشي مش قضت مش قضت الغرض يا بنت شديدك يا بيه السمك من غير الليمون مش طعم انا قربت مش اقول سلسبيل البيع ما مش انك ما تعملش كده سلسبي ايه دي عشان بشوف بتعمل بالبد ايه يا فلحه تشوف بتعمل شوف بتعمل بالبد ايه لا اشوف احط صباعي فيه مفروض شويه ميه مش دقيق يولع ويبوظ لك الزيت يتطش في عينينا وهي رايطه اتعلم البلد الخساره تيجي تقوموا يعوموا جايبين شديق حاطينهم في الزيت ايوه يا بنت يولعوا اول عشان عينكم ما تجيش فيها زيت اه بوظوا لو وشكم بيجي فيها زيت بوظوا الزيت حطوا شويه دقيق فيه يا حبيبتي اللي عايز تعرف ان الزيت ده قدح ولا لا تمضوا الصباح بس كده في نقطه ميه لا شويه دقيق زي ما عملت اه دول زي ما دول ما عملت دول زي ما يعني طريقتي صح اول الفشل وبتعلمي بيت الغلط اول فرقة الفشل السلطه دي اللي ماسكه الكاميرا اللي عاملاها اللي ماسكه الكاميرا ملهاش اسم ملهاش لها طعم اصلا احسن هي كشفت تاكلي مني مفيش شربت شبه في بقدونس ها 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 طب ماشي نحطيه بتدور عليك معلقه وطبق لعبت يلا انا جايه اهو ربنا يحميك جايه اهو بس هات تعملي ايه الطبق بقى طبق من فوق من هنا يلا خش
حد شيء جنبي. انت ابو القبضين من وين اللي جيب بقى يا ما استنى فيا كده شعره وسلسلتك دي بقى لا وسلسلتك دي بقى قولي قولي انت بتعمل ازاي يا ماما بيتي محمود عندي اللي كنت بتعملي كده بجد اما فين علبة المناديل اجري تعالي سلسبي لها تاشي نصور اجري تعالي كله معيش بسي من ده بس حرق قوي لا بجد حرق بطريقة وحشة دي تاني علبة مناديل نخلصها يا جماعة البيت لو في شيشوقة كبيرة شكشوقة لو في ناس كبيرة نرجع لكم تاني ونقول لكم احنا خلصنا الاكل وهناكل وتعالوا كلوا معانا مع ان مكتب ربنا ما ينسى تعالوا كلوا معانا طب في تفكير في الاكل ولا بصوا بقى تعالوا كلوا معانا دي وخلاص الاكل ده عباره عن ايه على اكله جميله جدا جميله اكله ممتعه مالك يا شاه يا بتقول لي على اللي فيه اكله جميله بجد اكله جميله جميله اكله بصوا ما حدش فيكم يعرف ياكلها غير احنا لو بتقول لكم انا ماليش نفس ما شاء الله البيت فاضي في علبه المناديل ما شاء الله انت لها بالضرب لما تجيب على فكره لو جه الاكل وجيت قلت لي يا ماما انا جعانه هقول لك مش هجيب لك اكل خدي حقك يا خالتي حياتي تعالوا لله لله اللي كلت درع جوزها حسبنا الله ونعم الوكيل انا مش عارفه اقول لكم ايه والله بابا مش تاكلي اكل انا مش تشكي نفس مش هسابين خلاص اكل انا لا المهم يا ولاد الاثنين المفاجئ دولت قاموا الساعه 1 بالليل فكروا على اكل ياكلوا ايه مفاجئ ايه هتقولي لي انت ليه بتاكلي عيش وبتاكليش رز قول نعم لا دايت ورياضه 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 سلطه مكمل رغيف واحد يا جدعان ايه انت فكرك الرغيف كتير انت بتضحك على نفسك هو انت رغيف كتير انت هتاخد نص رغيف ايه هو رغيف المفروض تاخد نص رغيف لا مش نص هو لا المفروض ربع رغيف لا ده توم معلش نسيت عندكوا حق اتفرجوا النبي سمك قد ايه قدام مطرقه انا عامله دايت دايت ايه دي انت 5 كيلو سمك قدامه قلت لك انا عامله دايت قلت لك مش هاكل غير رغيف عايز تحرم نفسها من السنه دي كلها ها يا انت مفكرانا هنا وفي عشاء يعني الحته اللي ما اكلهاش دلوقتي هاكلها امتى في الغدا طب والفطار لا الفطار لا ما بفطرش ده فطور انا بفطر وقت غير شد الفطار جاي من الجيم تصدقيني لا
ده بسم الله ما شاء الله حاله سلطه كبيره قدامها اهي، وطبقين رز كبار. بس يا خساره بتقول لك انا مش هاكل رز. طب هتعمل في الرز ده ايه؟ والله ما اكل رز، هتخلله. لا والله اكل ده ينفع اقول. قلت لك والله اكل الرغيف يا اما عادي يعني، لو ما شبعتش اكل حته سمكه تاني، بس من غير حاجه. ما غرقش يعني؟ والله ايوه. ايه عندك ملح؟ امال ايه؟ اما انت تاكلي حافه انا هاكل روح فين؟ لا بس كلي حافه وانت رخرة وما يهمكيش. كلي حافه انت رخرة. لا بعيش. ما هو انت عشان تتخان عشان بحبك في العيد. مش عارف. هبيع بطين. طب عيب بقى يا سلسبيل. حد ياخد سلسبيل دي لوحدي. هي بتجيش تاكل ليه؟ ما كانش من امبارح. يلا يا ست تاكلي. قالت حيلت عليها عشان تحبها تاكل ما تجيش. ما اكلتش معايا ليه؟ شغال بتعمل ايه؟ اسئله اللي كانت مش قايله. قالت لها جبت زي اسئله تانيه. يا جماعه ام خالد اسئله طويله بالعكس انا مش حاطه لها شطه كتير. بجد؟ ايوه صح، انت كلمك احنا غلط. انت صح واحنا غلط. وعلى فكره الشطه بتدي البكتيريا بتاعت البر. جد حرق جدا ليه؟ يعني عايز البكتيريا تتقتل من عندك الشط. طب انا هجيب لك طبق اللون ده كله. جبت لك ايه؟ ماما حتى تحتي سلطه رز. ماشي ما خليها تروح تجيب طبق. مش هتقول ما هي بقت انسه كبير. قلت عايزه صوريني. بص بقى قلت لك ايه، تعوري صوريني. وهي بتجيب الطبق. طب قول لي سام ورايا انا اجيب طبق. جدعان معلش بس انا بحب ايه؟ جدعان. جدعان والله. بحب امصمص دي، مش عارفه ليك. هات زيي؟ لا انت غريبه. اكيد في زيي. اكيد احنا حتى لو احنا مطعم بنحب المصمص كنا اعتقش. اه والله يجي غيري مش هيجي زي. مش عشان احنا معفنين والكلام ده كله، لا دي غريزه. وبصراحه انا بحب الطعم اللي بيبقى في النخاع متهيألي زي. عارفين الكوارع لما تيجوا تنفضوها كده تطلع كده نخاع؟ هنا في كذلك. نعم بقى طعمه حلو. اقعدوا كل زينا. لا اقعدوا عشان اكلك واحط لك في بقك. لا انا بكره عايزه انام. في ايه؟ بإذن ايديك تولت عليا. عايزين طبق. ايوه روحي جيبي. شطوني؟ اه. طب انت بتعملي ايه كده؟ بدأت البنطلون. طب عايزين اقعد اجيب لك طبق؟ اه. عايزين بوس. اه. ايه دي نصيبي. ايه دي نصيبي.